بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، مشينا لقيصارية البرنوسي بالدار البيضاء وتلاقينا مع سيدات كيبيعوا كل واحدة وشنو حاطة. سولناهم اشنو اللي خلاك تخرجي وتبيعي في الشارع؟ ايوا خرجنا نبيعو ونشرو، كنبيع الكيسات الزيوف خراقي السواك الحنة، داكشي على قد الحال. لا قد البيع والشري اللي كنبيع ونشرو. دابا من 87 فاش مات راجلي من تما خرجت انا لهادشي، وخرج ما بحالي راجلي من اللي مات ما خلى لي حتى حاجه، ما كان توا خدام خدمه مقطعه. نهار مات رجع في الله، ما عندي حتى حاجه. هو الدري اللي كنت مربي خلاه صغير، يعني نقول لك عنده شي 8 سنين ولا 9 سنين. ايوا من تما وليت انا نايضا نخدم بحالك، ولا كان واخا شي معنات ما عرفتش ليهم شي ناس. عاد جات واحد المره بحال وجهك هي اللي قالت لي زيدي ديري هاد السليحه، درتها. عاد مشيت وليت وراتني منين نتقدى ونمشيو في الصباح نوضو، دابا مع الفجر نمشيو للسوق نشريو هاد السليحه ونجيو من تما عاد نحطو ونبركو نترزقو في الله. 26 عام وصرف، والراجل ما خدامش ومن بعد مات، وبقيت انا الاولاد كاريه 32 الف ريال الماء والضو والمصاريف اللي خرجتني نبيع ونشري. بلاصه ما كايناش، الانتريت ما كاينش، الا ما بعتش ما نخلصش الكرام، ما ناكلش ما نشربش، عندي بنيه مريضه والغالب الله. ولفنا حيت القهره كيبقى يتربى فيها بنادم شويه بشويه كيولفها كتبقاش ديال. واثناء الحديث معهم سولناهم كيفاش كيقدروا يوفقوا ما بين التجاره واعمال البيت، واش المدخول ديال النهار كيكفيهم؟ كنتمنى بنيتي تنجمع الدار، نطوي فريش نحيدو نجفف نغسل المعنات نطيب لك الماكله نخليها طايبه، الا ما طيبتهاش في الصباح تندخل في الليل عاد نطيبها، نعجن ثاني في الليل ولا في الصباح، ونعجن نخلي الخبز طايب نطيبها غدايا ولا عشايا ونجي عاد الليل. ايوا نتعشى نبركو هنا حتى يود العشاء ونمشيو ندخلوا لدارنا صافي. وكنوض نشقى ونصبن ونعجن ونطيبو غدانا ونجي. ايوا جايين 30 عام ولا اكثر حنا هنا. نبيع هاد الحويجات، هاد الزويفات خراقي حنا سواك هاد الشبيكات هادشي اللي عطا الله هادشي اللي كتشوف. عندنا ثلاثه الاولاد، حتى واحد ما خدام، كون خدامين كاع ما نخرجوا حنا هنا كرا مريحين. الراجل الله يرحمه فيق مع 4 الصباح، من 4 الصباح وانا كنطيب هاد البركه حتى نخرج نبيعها نمشي نصرف منها على الوليدات نخلص منها الماء والضو والكرا. نفيق مع 4 الصباح من هنا حتى 8 الليل عاد تمشي. ها تمشي تقلبي ثاني على الدقيق، تقلبي على الزيت، تقلبي تعجني طيبي الصباح ثاني تنوضي مع 4 الصباح. خطره تغدي خطره تجيب لها غدا خطره. كنوض الصباح كنشقى شقايا كنجي لهنايا، بعض المرة كنوض الصباح كنجي لهنايا، كنضل هنايا نهار كامل، كنبقاو على المرة حتى 11 ديال الليل حتى 10 ونص، وفي الصيف كنبقاو حتى 12 ونص ديال الليل. 600 800 ريال. إيوا على قد الحال، حنا غناكلو أكثر من جهدنا، كناكلو شوية صافي هادشي اللي كاين. كاين نهار اللي تبركي ما تديش حتى 1000 فرانك. كاين نهار اللي يجيو الناس يجديو شي حاجة، كاين نهار اللي تضل ليها باركة وتمشي بحال هكا. زعما ماشي داك البيع اللي غادي تدي منه ما تشيطي ولا يلاه يلاه تي البركه اللي تكافيتي مع داكشي اللي درتي. نهار كتصوري نهار تخرجي فلوسك قد قد، نهار تصوري 50 درهم 60 درهم 70 درهم، نهار ما تصوريهاش. واش بالفعل هاد الطبقه الكادحه اللي كتوفر القوت اليومي ديالها كتعرف شنو هو 8 مارس وشنو هو الحلم ديالهم؟ نعرف انا 2 مارس ماشي 8 مارس، و 2 مارس مزيانه مالها. تاريخ ديال 8 مارس ما كيفكرك حتى شي حاجه؟ تفكرنا حتى في شي حاجه. 8 مارس عيد المرأة تيقول واحد المرأة. ما كنعرفش 8 مارس اشني هي. عاد بحالها بحال الراجل، عاد أكثر من الراجل. نيو بحالاش من اللي عندنا حنا نوضع من 5 تاع الصباح، من 4 ونص الراجل غينوض؟ ما ينوضش الراجل، كان الراجل اللي راقد كاع ما ينوض كاع. حنا العيالات نوضوا أكثر من الرجال. حنا درك هازين ذاكرة شي 18 عام وانا هازة الدراري الراجل ميت. راه كاينه اللي مقاده ليها وكاينه اللي ما مقاداش، ماشي بحال بحال كل وحده. وابنيتي انا ما مقاده ما انا ما مقاده، لقيت قاعده احنا اللي عطى الله تشوفي فيه، احنا ملاوحين مع الوقت، وحده من قلت صحه وحده من قلت شي وحده ولا اله الا الله محمد رسول. الحلم ديالي بغيت غير في نسكن ونعيش انا وولادي حتى نموت، ما بغيت حتى حاجه الدنيا والو ما فيها والو، باغا نعيش ما بغيت حتى حاجه.
الحلم ديالي نحيد من هنايا. مقاد لي قاري وصرا مقاد لي، ولكن المسكر حنا بحال عشوائيين هنايا.